الشغف والإبداع يجمع 6 نساء من عائلة واحدة في مشروع يهتم بتنظيم الحفلات والمناسبات ويوفر إمكانية استئجار المستلزمات المتنوعة. حول فكرة المشروع تقول مروى الحديدية وهي واحدة من المؤسسين له أنها جاءت بعد أن شعر الفريق باهتمام مشترك بهذا النوع من العمل ظهر جليا في المناسبات العائلية. وحول خطوات العمل تقول تبدأ باختيار نمط معين للحفلة ومن ثم جمع الأفكار وشراء الحاجيات اللازمة لجعل المكان أجمل. وتعد العزائم والتجمعات العائلية وحفلات أعياد الميلاد هي أكثر المناسبات الاجتماعية التي يقوم المشروع بتنظيمها.